ميرا تستاهل اللي حصل لها، ما انتوا ما تعرفوش كانت بتعمل ايه. صديق محمد عادل بيعترف وبيعلن تفاصيل جديدة هتقلب مسار القضية. فعلا في ناس بدأ ضميرها يصحى، منهم 2 اصدقاء محمد عادل طلعوا واتكلموا وقدموا مستندات لفريد الديب. تعالوا ما اقول لكم المستندات دي فيها ايه، ويا ترى فعلا الكلام ده هيتم اضافته لمذكرة النقد اللي هيتم تقديمها خلال ساعات ولا لا. كمان المحامي احمد حامد بيعلن انه راح وزار فعلا فريد الديب واتفقوا على مضمون مذكرة النقد. هقول لحضراتكم هو اهل نيرة فين؟ يا ترى نيرة شهيدة ولا ايه يا جماعة؟ الناس اللي عمالة تقول لي تستاهلي انتي وهيحصل لك ويحصل ليكي، ده نيرة شهيدة ليه يا جماعة؟ هو انتوا سويتوها بمنزلة الانبياء والشهداء ولا ايه؟ هو في ايه؟ نيرة كانت عملت ايه في حياتها؟ اتعرضت لجريمة بشعة. طب ما هو الولد كمان اتعرض لي اصعب من وابشع من كل الجرائم اللي في الدنيا. تعالوا معرفكم بقى اصدقائه قالوا عنه ايه؟ وقالوا عن نيرة ايه؟ وايه السر الخفي اللي محمد خايف يعترف مش عايز رجولته تتهز يا جماعة؟ يا ترى محمد تم انتهاك عرضه؟ يا ترى فعلا لبسوه قميص نوم؟ صديقه بيعلن تفاصيل مرعبة مرعبة والله والله، ما في بشر يقدر يستحمل اللي محمد استحمله، لان محمد لو كان في عقله ويعني راضين شوية كان فعلا هيعمل كده في نيرة، بس كان هيعمل في وقت تاني مش قدام الناس. طريقته في الاجرام وان هو ما كانش سفاح وان هو انسان ملتزم وعارف ربنا بتخلينا نفكر هو ايه البشاعة اللي كان بيعملها دي. حتى لما القاضي سأله انت ازاي كنت بتعمل بالبشاعة دي، معرفش يرد، قال هي موتها وخلاص. يعني انتوا فاكرين طبعا المحاكمة، ليه محمد محاكمته اسرع محاكمة في التاريخ؟ هو احنا مؤيدين لمحمد؟ مستحيل نكون مؤيدين لواحد قاتل، بس خلينا نقول ايه اللي وصله لكده، ايه المبررات. صديق محمد نشر الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي واكد ان الصورة ديت مش فيك ولا حاجة، وان الصورة دي بتاعت نيرة، وانها كانت فعلا بتسهر في ديسكوهات، وانها خلت محمد ما يسواش حاجة، وكانت بتزله قدامنا وتقول له انك مش راجل، هو انت مين عشان ابصلك. وصلته ان محمد كان لو نيرة فتحت الواتساب كانت بيبقى يوم عيد عنده، وانها لو قفلته وما ردتش عليه بنحس ان هو عايش زي الميت. هو مشكلة محمد الوحيدة انه حب بجد؟ حب بجد. طب هو كل اللي يحب يموت؟ لا، مش كل اللي بيحب حد وما بوصلوش بيموته، ولكن في حاجات صعبة. الناس اللي هتيجي تقولي انت بتبرري القتل، والله ابدا والله ابدا، وبنحط نفسنا مكان الولد وبرضه مكان البنت. البنت ضحية اهلها، اهلها خسروها نفسها، ما كانوش بيسألوها انت فين وبتعملي ايه ورايحه فين وبتصرفي منين، ما كانوش بيصرفوا عليها ويقولوا بنتنا بتشتغل وتصرف على نفسها. هو انتوا عارفين الفلوس دي جات منين؟ بنوته في عز شبابها وفي عز جمالها تتعرض لاهانات بقى، تتعرض لتحرش، تتعرض لحاجه وخايفه تتكلم، ما هي عايزه تسلك وتعيش. يبقى العيب مش عليكي يا نيره، العيب على اهلك اللي وصلوكي لكده. عمرو اديب بيسال هو ليه فريد الديب عايز يدافع عن محمد؟ عايزين تعرفوا الإجابة لما بحثنا كده وشفنا اللقاءات بتاعت فريد الديب. هسمعكم مقطع ليه ومن بعديها تعرفوا هو ليه قبل يقدم ويدافع عن محمد عادل. الناس اللي هتيجي تقول لي عبالك زيها وعبال بنتك واختك ومكاني وماماني، أنا هعلمهم هما فين وبيعملوا ايه وهيجوا امتى وبيتكلموا مع مين وهصاحبهم وهقرب منهم، ومش هخلوهم يستغلوا شاب في غلبان. هو فعلا غلبان، وفي الاخر يقعدوا قعدة عرفية ويمضوه على شيكات وتفضل تهينه وتقوله انك في سوق الرجالة ما تسواش ربع جنيه. عارفين يعني ايه الراجل يتعرض للقهر؟ عارفين يعني ايه فعلا يكون ناس بلطجية اعتدوا عليه ودخلوا معاه ولبسوه قميص نوم وقالوا له هنقلبك من راجل لواحدة ست؟ فاهمين دي يعني ايه؟ فاهمين ان هو فعلا استحمل لدرجة ان هو جات له لحظة معينة انا ما عدتش قادر، انا مش عارف انا بعمل ايه. ليه ما عملتوش كشف طب على الولد؟ ليه؟ ليه ما استجوبتوش امها تطلع وتتكلم؟ البنت توفت وبصراحة جريمة بشعة والله، وانا من الناس اللي في اول القضية كنت بقول ده يدبح مكانها يتعدم مكانها، بس لما سمعناه وسمعنا امه بعض التعاطف معاه. هسمعكم فريد الديب بقول له بمنتهى الصراحة والكلام ده قلته من اول يوم، من ناحية اجره لكن
ما عنديش رغبة ولا عندي استعداد. قال لا، وانا بشتغل عندك انا اخد القضية اللي على مزاجي، القضية اللي انا عايزها، اللي احس ان انا اقدر اشتغل فيها، لكن انا مش عايز اشتغل فيها. طب ما اتعرض وقلت لا لا. ليه؟ انا مش هحس فيها ان انا هدي واجب. ليه؟ مش مقتنع بسيادتك. انا راجل محامي حر، انا من اصحاب المكاتب، اخد القضية، بيجيلي ما بيجيلي ناس كتير ويعرضوا قضايا. مش مقتنع بانك تدافع عنهم؟ لا لا لا، مش مسألة تدافع. شوف انا عايز اقولك حاجة، انا ما بحبش التعميم المخل ده. انا بكلم القضية دي ايه دي كذا كذا كذا. لا يعني أتمنى تكونوا عرفتوا هو قبل القضية ليه. صديق محمد عادل طلع واعترف إن في قصة حب كانت طويلة ما بين محمد عادل ونيرة، وهي اللي سابته بعد ما تعرفت على ظابط. الظابط ده كان بيهدد محمد عادل، لو تعرضت لنيرة أنا همحيك من على وش الأرض. محمد كان بيشيل معاه السكينة علشان خايف من التهديدات، ولكن أثناء ركوبه في الباص مع نيرة كانت بتبصله نظرات سخرية، وكانت يعني تضحك، تبصله وتضحك، فهو بصراحة ما كان مش في وعيه وما كانش عارف بيعمل ايه. صاحبه طالب ان فريد الديب يطالب انه يتم توقيع الكشف الطبي عليه. تعالوا نسمع المحامي قال ايه. ميخي والله العظيم الناس اللي بتقول دخل مكتبه وما قابلهوش، يا نهار اسود، استاذ فريد ابو الكرم ووالدي، قلت لك ده مكتبي هناك. تاني حاجه، استاذ فريد لسه مكلمني اول امبارح بالليل، قال لي تروح الصبح يا احمد تجيب لي الحكم. قلت له حاضر يا استاذ فريد، فبعت حد من مكتبي اول امبارح راح وقابل الموظف، والموظف قال له الحكم لسه بعد حوالي 30 يوم مش اقل من كده. فكلمت الاستاذ فريد وقلت له والله لسه، قال لي طب عشان خاطر يا احمد سيبك من المحامين اللي معاك وروح انت. رحت امبارح، الكلام ده كان يوم الاربعاء، رحت يوم الخميس تاني انا الصبح، يعني هو كلمني الاربعاء، بعت حد الاربع وكلمني الخميس الصبح قال لي روح انت. قلت له حاضر يا استاذ فريد، هوزع الشغل على الاساتذه واتوكل انا على الله. وطلعت تاني يوم اللي هو الخميس، يعني اول امبارح كان في حد تبعي اللي هو الاربع، والخميس كنت انا هناك. قلت له الوضع 1 2 3، قال لي مش قبل يوم 28. يعني الناس اللي بتقول ان احمد حمد مش متعاون مع فريد الديب، لا، الاثنين في القضيه وما تخلوش عن محمد، واقفين معاه. وبصراحه ناس كتير جدا واقفه مع محمد عادل، وايضا والله متعاطفين مع نيره رحمه الله عليها. خلوا بالكم من اولادكم وصاحبوهم وقربوا منهم، هو ده المهم. يا ريت كمان يهتموا في الدراسه على الابواب، يهتموا بالدين وبالتربيه. التربيه يا جماعه قبل التعليم. والله اتمنى تكونوا وصلتوا للحظه دي في الفيديو، وسامحوني لو انفعلت، وكمان رأيكم مهم جدا في التعليقات. سلام عليكم.